هيك من غير شي انا مرعوبه. ليش؟ ليش؟ ليش اقولك؟ فكرت شو معقول يصير فينا اذا حكى مراغب وحبسوه؟ ما رح بيصير شي، هذا المطرح املنا. ماشي يعني؟ رح نبقى هون؟ اذا بدنا نفل نفل، بس على قليل اذا كنا جمعنا حق السفره. لكن ما بقى تسالني ليش مرعوبه، لاني ما رح اهدى لحتى نسافر. دعي له الله يطلعه بالسلامه. صباح الخير. صباح الخيرات. احلى كاسه شاي للابضاي.